طيب، في نتائج مهمة جدا للمبادرات الصحية اللي بيطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين اللي تم إطلاقها من 3 سنوات تحديدا. وقدرت المبادرة دي في الفترة الخاصة بيها اللي هي ال3 سنوات اللي تحدثنا عنها، قدرت اللي هي تفحص أكتر من 1,800,000 نسمة أو مواطن بالظبط. حقيقي طبعا مبادرة صحة الأم والجنين هي جزء من المبادرة الشاملة 100 مليون صحة، واللي ساعدت في تطوير المنظومة الصحية بشكل كبير. معنا دكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، يكلمنا أكتر عن هذه المبادرة. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك دكتور فوزي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور فوزي. صباح الخير على دكتور حضرتك. يعني في البداية عاوزين نعرف بس من حضرتك إزاي بيتم متابعة السيدات اللي بيتم إجراء الكشف عليهم وفحصهم خلال ال3 سنوات، وهي يعني مدة إطلاق هذه المبادرة، المبادرة الخاصة بالاهتمام بصحة المرأة والجنين تحديدا، وإحنا بقى في شهر المرأة. هي المبادرة انطلقت في مارس 2020، يعني احنا الشهر ده بنحتفل بمرور 3 سنوات على بداية اطلاقها. لكن طبعا لما ابتدت شأنها شأن معظم المبادرات الصحية، ابتدت على مراحل. في المرحلة الأولى كان عدد من المحافظات، ثم تلاها التوسع في المحافظات لحد ما أصبحت بتغطي الجمهورية كلها في بداية عام 2021. بالحقيقة اول زيارة للسيدة الحامل لمركز من المراكز والوحدات اللي بتقدم خدمات المبادرة، واللي هي موجودة في ما يقرب من 4000 منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية بتغطي 27 محافظة. في أول زيارة بتتوجه للسيدة أثناء الحمل لهذا المركز أو هذه الوحدة، بيتم إجراء الفحوص المبدئية ليها، وتنقسم لشقين الحقيقة مهمين جدا. شق خاص بالأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم في حالة إصابتها بأحد هذه الأمراض إلى الطفل، وده بيشمل 3 أمراض معدية، هم فيروس الالتهاب الكبدي بي، وفيروس نقص المناعة البشري HIV، وأيضا البكتيريا المسببة لمرض الزهري. دي الأمراض المعدية. الشق الثاني بتبقى أمراض غير معدية، ولكنها بتمثل خطورة على صحة السيدة الحامل أو جنينها، أو مشمل كل المشاكل اللي بتدخل تحت بند سوء التغذية زي الأنيميا، زي السمنة أو النحافة اللي بتحتاج طبعا نظام غذائي معين للسيدة أثناء الحمل، بالإضافة للكشف عن الأمراض غير السارية زي ارتفاع الضغط والسكر وأي عوامل أخرى قد تؤثر على صحة الأم أو الجنين. طيب حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن حملات التوعية وحجم الاستجابة لهذه المبادرة، يعني التوعية عاملة إزاي، الناس بتستجيب ولا لا للمبادرة؟ والحقيقة لا، فعلا الاستجابة كانت مبهرة الحقيقة بالنسبة لنا، خصوصا يمكن في محافظات النائية أو المحافظات اللي كنا نتصور ممكن فيها يبقى مش كبير، زي محافظات حتى الوجه الأقاليم كمان، الوجه البحري والوجه الإبلي، كان الإقبال فيها أكتر من القاهرة واسكندرية والمحافظات الحضرية. وده الحقيقة من الحاجات اللي ادتنا مؤشر عن مدى ارتفاع وعي المواطنين في الأقاليم، وكذلك في المحافظات النائية زي الوادي الجديد والبحر الأحمر والمحافظات النائية دي، برضو لقينا الحقيقة إقبال كبير جدا من السيدات هناك على خدمات المبادرة بشكل فاق توقعاتنا. لكن برضو ما زلنا بنطمح لمزيد من الإقبال على المبادرة، ومش عايزين سيدة حامل في مصر ما تحصلش على الخدمة، سواء كانت مصرية أو حتى غير مصرية ولكنها موجودة في مصر، لأن الخدمة الحقيقة متاحة للمصريات وغير المصريات. بنهدف ان احنا نوصل لكل حامل موجوده على ارض مصر، بحيث نقدر تستفيد من خدمات المبادره لحمايه الجيل الجديد من انتقال اي مرض معدي، او كذلك اي عامل من عوامل الخطوره اللي ممكن يتاثر بيها نتيجه اصابه الام. نعم دكتور، يعني حضرتك بتتحدث عن المحافظات او الاماكن المتباعده او متراميه الاطراف زي الاماكن الحدوديه او الاماكن النائيه تحديدا، اهلها بيتطلبوا نوع من انواع الخصوصيه شويه او السريه في الفحوصات، وماذا عن دقة هذه الاختبارات؟ الحقيقة موضوع السرية وخصوصية بيانات المواطن ده أساسي في جميع المبادرات الصحية بشكل عام، ويمكن بنتكلم بشكل أخص على مبادرتنا، مبادرة صحة الأم والجنين. لا، موضوع الخصوصية ده مضمون بشكل كامل، لأن احنا الخدمة بتقدم من خلال الممرضة اللي بتستقبل السيدة الحامل
بنفسها هي اللي بتعمل لها الفحوص، وكذلك هي اللي بتسجل نتائج هذه الفحوص على المنظومه الالكترونيه الخاصه بالمبادره دون ان يطلع عليها احد سوى الممرضه اللي بتقوم بالاختبار المبدئي داخل الوحده. ايضا في حاله تبين اصابه السيده باي مرض من هذه الامراض المعديه في الاختبار المبدئي اللي بيتعمل في الوحده الصحيه، على طول لما بيتم تسجيلها على السيستم بيظهر للممرضه مكان المستشفى الخاصه بتحويل السيده وميعاد الاحاله اللي غالبا بيبقى في اليوم التالي او بالكثير خلال 48 ساعه من الفحص الاولي. بتوجه السيده ليه مباشره في التوقيت والمكان المحدد علشان تستكمل الاجراءات الفحص والعلاج، ودي كلها بتتم في خصوصيه وسريه كامله. نعم. لان طبعا من حقوق المريض الاساسيه ان يبقى فيه طبعا سريه. اكيد اكيد. طيب دكتور، ايه اهميه حقنه الانتي دي بعد الولاده؟ حقنه الانتي دي دي مهمه جدا جدا للسيدات اللي باجراء تحليل عامل ريزوس ليهم في الدم بيكون سالب ويكون الزوج موجب. ان في حاله ان اذا كانت السيده سالب والزوج موجب بيبقى الاحتمال الاعلى فصيله الدم يعني سالب والزوج فصيله دم وموجب. بالظبط. وعشان كده في الحاله دي لابد من السيده اول ما تتم عمليه الولاده وقبل ما يمر 72 ساعه بتحصل على حقنه الانتي دي علشان تمنع دمها من تكوين اجسام مضاده لعامل ريزوس في الدم حتى لا يتاثر المولود التالي. يعني المولود الاول مش بيتاثر، لكن بتبقى خطوره على المولود التالي لان ممكن بعد الولاده يبتدي يتكون عند السيده اجسام مضاده تضر بالمولود التالي بعد كده. طب معنى كده ان هي لو بتخلف للمره الاولى مش مهم تاخد الانتي دي ولا برضو مهم تاخد الانتي دي؟ لا ده مهم جدا في المره الاولى، ما انا عشان احمي المولود اللي جاي بعد كده التاني. هي الفكره ان المولود الاول ممكن يختلط دمه بدم الام اثناء الولاده. نعم. وبعد كده خلاص هو اتولد فبعد عن دم الام، لكن دمها بيستجيب لهذا الاختلاط ان دمها ار اتش سالب عامل ريزوس سي سالب واتنقل وعامل ريزوس موجب من دم المولود، ده بيخليه يكون اجسام مضاده لان هي حاجه غريبه بالنسبه له. وبالتالي في الحمل التالي بقى اثناء الحمل دم الام بيروح دم طبعا المولود عن طريق زي ما حضراتكم عارفين الدوره الدمويه للجنين، وده بيؤدي لتكسير الدم عند المولود التالي او الجنين التالي، وده بيعرضه للاجهاض لا قدر الله او ان يحصل له مشاكل او اعاقات او تشوهات. فمهم جدا جدا صحيح. الحصول على هذه الحقنه فور الولاده. يعني بنشكر حضرتك الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وأكيد يعني رقم 1,800,000 حالة تم فحصها من الأمهات لهذه المبادرة، مبادرة صحة الأم والجنين. أعتقد رقم مش سهل ولا هين اللي أنت تتابعي أم حامل كمان. حقيقي احنا محتاجين يعني حلقة كاملة عن هذه المبادرة في الحقيقة، لأن هي مهمة جدا جدا تمس طبعا أطفالنا وأمهات كتيرة قوي في أنحاء الجمهورية. وزي ما دكتور فوزي قال يمكن في استجابة عالية جدا من جميع المحافظات وحتى المحافظات الحدودية بتستجيب لهذه المبادرة. بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق.